قبل ما اسالك عن موضوع رئاسه الجمهوريه للطاقه طبعا لانه هذا اهم فينا نجيب يا ريت يا ريت او حي الله حدا من اللاعبين على يقولوا النسائيه وضربنا طيب يكون عمره فوق 65 فوق 65 ايه فوق ابو 65 بده يشتغل 14 ساعه 15 ساعه بالنهار يعني بده يكون شاب يكون اقل من 65 اقل من 65 لانه بدنا اياه يكون على القليله عنده الانرجي ليشتغل لانه في كثير شغل فينا نقول على القليله على القليله ما يكون 85 ما يكون 85 انا عملته انتم خلويت هلا صاروا امبارح عملتوا وحده امبارح كان عندنا اجتماع الاسبوع بس كان طويل كملنا فيه الخلوة قرار مواصفات انا سمعت على الاعلام في نعم. مواصفات وفي شيء نعم. عم ينكتب بده يطلع هلا يا اليوم يا بكره ما هيك مزبوط لك اول شيء انا اهميه الخلوه يعني الخلوه كان فيها شيء اهم من موضوع رئاسه الجمهوريه كان فيها عرض كل مواضيع لانه قعدنا شيء 8 9 ساعات باول خلوه وما بدي اقول انفتحت القلوب لانه ما في شيء مش ولكن طرح كل المواضيع اللي كان فيها وجهات نظر غير متقاربة واتفقنا على كل شيء بداية من آلية العمل الداخلية وصولا للملفات الأساسية وصولا للقاء التشاوري خليني أقول آلية العمل الداخلية 90% صارت معمولة واتفقنا على كل شيء عملنا كمجموعة وبتأمل أنه الـ 13 يصيروا أكتر وفي احتمال يصيروا أكتر بنرجع من روح على في ناس مثلنا انا بدي كنت اقول لي من اول نهار 13 ما كان عجبني لا ولا كان يعجبها انا ما كان عجبني برجع بقول لك اليوم شربي اليوم دكتور عبد الرحمن البزري في ناس اليوم مثلنا مثلهم نفس الشيء حلو انه يكونوا معنا ونصير 16 17 ونقوي تحالفاتنا القريبه وننسق مع الكل او مع الناس اللي بيشبهونا بالسياسه طيب. وبالمبادئ وبالرؤيه وبالتوجه وبالاهداف فبالتالي اليوم خلوتنا كانت كتير مهمة لنروح على رأس الجمهورية لأنه ما عم تقدر ألا ما تبرم أنت حول هالموضوع صحيح قبل ما نفكر نحن شو بدنا نحن جايين نمثل الناس والأرض التغييرية صحيح. وأنا بعتقد أنه كل لبنان تغييري ما عدا بعض الفئة الصغيرة المستفيدة مستفيدة بشكل أساسي من فساد السلطة نحن كلنا تغييريين رح روح للأقصى طيب جمهور حزب الله منه جمهور شايف بحزب الله ممكن مصلحة لبنان جمهور حركة أمل برجع بقول خلينا نشيل الفئة القليلة كل واحد عم يشوفها بطريقته إذا أنت بتقدم له الرؤية التغييرية الصح رح يجي ويقتنع معك ويمشي فيها نحن عم نطلع عم نقول من تجارب المراحل اللي مرقنا فيها دائما اللي ما يسمى خصوصا هلأ بمجلس النواب مقسوم بالكامل ما يسمى رئيس مواجهة راح يشكل عائق طيب. ما راح نقدر نحن نجيب رئيس طيب. بدون ما الحزب وحلفائه يكونوا موافقين عليه وهن ما راح يجيبوا رئيس نحن مش موافقين عليه فبالتالي بدنا نروح برئيس يمتلك المواصفات الصح طيب. واللي بتنطبق على شو بدنا هالبلد لانه اذا يقولونا مثل ما عملوا بالرئيس ميشيل عون او الرئيس بالرئيس ميشيل عون ما قبله بالرئيس امين لحود انه بدنا رئيس ينتمي لخط الممانعه وبيروح بالاتجاه اللي بفضل مصلحة خط السوري الإيراني على المصلحة الوطنية اللبنانية ويلي اليوم مثل ما السيد حسن بيقلنا أنه هو ينتمي إلى شرعا وتنظيما وقانونا إلى ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا هذا محل مش رح نروح عليه مش رح نوافق عليه ورح نحاربه للنهاية بالتالي نحن بحاجة لرئيس أولا وطني ثانيا مستقل بالكامل بقراره قراره يتبع فقط للبلد ومصلحة البلد ومصلحة الشعب اللبناني ثالثا رئيس يملك الإمكانية القيادة لأنه ما ضروري يكون مثل ما بيقول لك هلا بدنا رئيس خبير اقتصادي لحل مشكلة الاقتصاد خبير مالي لحل مشكلة خبير عسكري لحل مشكلة السلاح حزب الله لا بدك قائد يعرف مين يحط الناس صح حواليه يلي يشتغلوا لحل هالمشاكل هاي ويعرف يديره بدك رئيس عنده الإمكانية أو يملك أصلاً العلاقات مع محيطنا العربي هذا أهم شيء نحن بلد عربي شو ما عملوا شو ما جربوا آخر مرحلة غيروا هوية البلد نحن بلد بالدستور هويتنا عربية وما فينا نعيش بلا محيطنا العربي ونحن صمدنا بآخر 30-40 سنة لأنه محيطنا العربي دعمنا ما بنقدر نقاطع ولا نقاطع المجتمع الدولي فهيدي مواصفات إضافة لأكيد أكثر من شغلة هاي مواصفات عم نقول منلاقي رئيس توافقي يقدر يكون عنده المواصفات يقبلوا فيه الطرفين هيدي مبادرة عم نكتبها تقريبا صارت منتهية رح نعلنها بمؤتمر صحفي بالأسبوع القادم أو إخراءه الأسبوع اللي بعده
ورح ننطلق منها لمفاوضة القتال أو نقعد معهم لهم وجهة نظرنا مع سلة أسماء، لأنه ما فيك تروح باسم واحد، هذه مش مفاوضات. مع سلة أسماء نقدر نوصل لاسم مشترك ونحمي لبنان من الدخول بشكل تام للفراغ. يعني هو في ما بيصير في سربرايز جوات المدخل جوات المجلس، بيصير في ترشيح قبل، يعني بيصير في مرشحين تقدر تتشوز فرام. أكيد في مرشحين عم يعلنوا نفسهم، في مرشحين بانتظار إنه يشوفوا شو عم بيصير. بس هلأ هون يعني عطيتك الشكل التفاؤلي للموضوع، بس خلينا نروح على شو هو الواقع على الأرض. هل حزب الله بده يروح بهذا المحل؟ هل بده مصلحة البلد كلبنان؟ لأنه هو بفتش على مصلحة المحيط والخط تبعه قبل مصلحة لبنان، هذا شفناه. هل إيران عندها القرار؟ نعرف أنه قرار الرئيس اللي بيحكم الحزب وحلفائه هو بإيران مش بلبنان، قرار الحرب والسلم هو بإيران مش بلبنان، وأنا أعلنه. مش أنا ما عم أقول شيء اليوم لأقول شعارات، وزير الخارجية الإيراني أعلن بمرتين أنه هن يملكوا قرار إطلاق الصواريخ وفتح الجبهة الجنوبية. بالتالي هل إيران من بعد اتفاق فيينا إذا انتهى رح تسمح بهذا الشيء؟ المجتمع الدولي مع موضوع الغاز وأهمية اليوم بدء باستخراج الغاز، خط 29 صحيح، رحنا على 23 خلاص ننسى 29، رحنا على 23 وإسرائيل قريبة من الموافقة على أنه تمشي بالخط 23. جاي هوكستين آخر الشهر ايه، وهلأ هو يعني عم بيقوم بدور سريع وعم بجرب أنه ينهي الموضوع بهالأسبوع ونروح هذا الاتفاق. قبل ما نسكر اللايف بدي أسألك couple of questions. حك دايعين التلاتة مظاهرة على المجلس النواب المودعين، جمعية المودعين، مشان في توق قوانينين كيف في كابيتال كنترول لو التلاتة والاستقلالية القضاء. مظبوط. شو بتحب تقول عن هدول الاثنين؟ يعني الناس عم بتقول بدها مصريتها، بدها ما يتروحوا مصريتها، المصريات تتحولت لبرا ترجع، مش بس لأشخاص معينة، يعني الكل سرير مصرفية يكون إلى 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 مفعول رجعي لتقدر تكتشف كل هالعمليات. شو بتحب تقول عن هالموضوع خاصة؟ خلينا نبلش بالكابيتال كنترول والأموال المودعين قانونا. لا هون أنا عم أقول شو إجاني من هلا، برجع بحكي أكتر مع محمود بالموضوع بس نخلص بما أنه هو مستشارنا القانوني. ولكن اليوم بقانون الكابيتال كنترول ببلش من وقته، يعني ما ممكن أنه يرجع بمفعول رجع. تحويل المال للخارج هو أمر منه مخالف للقوانين، كان هو أمر مخالف للأخلاق، مخالف مظبوط مظبوط، مخالف للمبادئ، مخالف لشو شو منعوا العالم تعمله. يعني أنا اليوم منعت حول إذا عندي مال، الحمد لله ما عندي، ولكن أنا أكتر واحد كنت مرتاح بالقصة لأنه زعلان عن الناس لأنه مرتاح بالقصة، ولكن غيري سمح له يحول بطريقة مش هون. الكابيتال كنترول ما بيروح لهيدي، الكابيتال كنترول بيروح لضبط عمليه تحويل الرساميل ابتداء من اليوم. فبالتالي ايه في مخالفات. نحن هلا على فكره وصلنا اليوم الفيرجن النهائيه من الكابيتال كنترول يلي بدنا ندرسها قبل الثلاثة. ما بدنا نروح بعمليه شعبويه. اذا هيدا القانون غير مناسب وممكن تعديل وفق القانون هيدي الاشياء، ايه رح نقوم بمعركه كامله جوا، علما انه الذهاب للاي ام اف بحاجه لنبت هالقانون، ورح نطلب تعديل، رح نعمل قبل نوع من تنسيق مع كل الكتل لنرفض هذا القانون. بس رحنا بالويك اند رح نعمل عمليه دراسه كامله مع خبراء قانونيين لهذا المحل، ولازم نكون عم ننسق مع جمعيات المودعين لنكون على نفس الهيئه. استقلاليه القضاء واربعه وتفجير بيروت، هون بحمل المسؤوليه في لرئيس الجمهوريه والتيار الوطني الحر من خلالهم أسوأ ما مر على الجمهوريه اللبنانيه سليم جريساطي. شو صار بهذا القانون؟ هذا القانون فات على لجنه العدل وانسحب من وزير العدل. بس انسحب من وزير العدل ضبه، قال بده يحط ملاحظاته عليه ويرده لانه سحبوه الحكومه، قال يحط ملاحظاته ويرده وفات على البراد لعنده وما عم يطلع من عنده. هلأ بلشنا عملية ضغط على وزير العدل انه بدك ترد القانون مع الملاحظات بشكل عاجل جدا لا نقدر نبت فيه. وهيدا بعتقد من الاولويات يلي لازم نمشي فيها. هيدا التلاتة هيكون؟ لا هو التلاتة بس اللجان، التلاتة لجان مشتركة مش هيئة عامة. التلاتة ما راح يتم اقرار القانون الكابيتال كنترول، بس كرمال كمان الناس تعرف، يكونوا عارفين شو عم بيصير. التلاتة هو جلسة مناقشة للكابيتال كنترول، فبالتالي بنحط ملاحظاتنا عليه، ممكن يصير في تعديلات عليه لتروح لبعدين لجلسة الهيئة العامة. سلالة القضاء لا ما في تلاتة، سلالة القضاء بعده مش مجلس نواب، عم لك سحبه بعده عند الوزير. هلا عم نمارس عملية ضغط كبيرة على الوزير
والاسبوع القادم بتصور لازم نروح لعنده كوفد من النواب 13 تغييريين ل الضغط اكثر عليه ليبعث القانون على مجلس النواب. السريه المصرفيه نوعا ما في نقطتين ثلاثه نشوف الاي ام اف اذا رح يوافق او لا، لانه بالاتفاق اللي بيصير بيناتهم صار في تزليط بنقطتين ثلاثه للقانون كنا بنفضل يكونوا بعدهم موجودين فيه، ولكن بالنهايه في محلات بدك تروح بافضل ما رحت فيه، لانه لو كنا بالمرحله اللي قبل كان حتى ما أقر قانون السرية المصرفية، بس كمان ضغط المجموعات الموجودة جوا. هون بدي أقول لك شغلة، طب ما في شروط لـ IMF؟ أكيد هون الـ IMF هن عم يدرسوا القانون، منهم حيجيبوا مصاري اللي بدهم. أول فيدباك إجا مقبول كان من الـ IMF، عم يتزيكوا على الـ IMF؟ إيه كتير عم يجربوا يتزيكوا، وهذا شيء غريب إنه أنا عم تحكي مع ناس عندهم خبرة صاروا فايتين على 15-20 دولة عايشين حالتنا واكبر منا بكثير، ونحن بدنا مساعده، نحن بدنا مساعده مثل الشحاد ونجار، وحتى ما حدا يقلنا انه ما لا اي ام اف بدهم يعطوا بس 3 مليار شو بيعملوا للبلد. لا الاي ام اف ما بيعطوا 3 مليار، الاي ام اف بيعطوك اكيد، هي هي بيعطوك 3 مليار، 3 مليار مشروطين مش الدوله بتصرفهم، هن بحددوا وين صرفهم منهم على قطاع الكهرباء. الاي ام اف بيعطوك ثقه وبيفتحوا لك مجال الهبات الاخرى انه تجي، والاي ام اف بيعمل شرطي لانه نحن دوله ما في فقدت الثقه بالكامل برا، وما بقى عندنا رقابه ذاتيه، شو بيعمل هو رقابه عليك انك انت عم تشتغل، والاي ام اف بيفرض علينا الاصلاحات اللي نحن ما بدنا نعملها، فلا وجود الاي ام اف جدا ضروري بهذه المرحله. نقطه بس قبل ما توقف اللايف لانك سالتني على رئيس الجمهوريه، هون بدي كمان اقول للناس اللي بيسالوا طيب شو عملوا التغييريين، لو نحن متى انتخابنا مش موجودين جوا كان باثنين ايلول ينتخب رئيس على شكلة الرئيس اللي قبل او بيشبهه بيحددوا حزب الله رئيس جمهورية. مين مرشحك المفضل؟ وائل عراقجي. انا كمان.